السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكل مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان حلقة جديده ويوم جديد من الاهلي يحاور على قناه الاهلي. طبعا برحب بحضراتكم واكيد يعني هيبقى معانا اخبار وهيبقى معانا كلام كثير جدا يخص النادي الاهلي وهيبقى معانا كمان ضيف ضيف حلقتي النهارده كابتن ابراهيم عبد الصمد رئيس اكاديميات الاهلي هيكلمنا او هنتكلم معاه على مسيرته الكرويه وايضا الفنيه وايضا دوره الكبير في اكاديميات النادي الاهلي، لكن قبل ما نستقبل الكابتن ابراهيم ونتكلم معاه ونخوض في الحديث اللي هنتكلم معاه فيه على الاكاديميات الاهلي هنروح لاخبار النادي الاهلي وهنتكلم عليها احنا عارفين ان احنا عندنا مباراه مهمه جدا يوم الجمعه الساعه 9 مساء ضد الترجي التونسي في ملعب برج العرب واولى مباريات بطوله دوري ابطال افريقيا البطوله المحببه لدى جماهير الاهلي واللي اكيد يعني بنبحث عنها من اخر مره الاهلي يمكن الاهلي وصيف النسخه الاخيره لم يوفق في الحصول على البطوله لكن ان شاء الله بدعم من كابتن خطيب واللي كان موجود واللي هنتكلم عليه النهارده بشكل كبير اللي كان موجود وقطع يمكن فترته العلاجيه اللي كان متواجد فيها سواء في المانيا او في الامارات وكان حريص جدا على انه يقطع اجازته ويكون موجود في تدريبات النهارده اللي النادي الاهلي اتمرن واكيد كلنا شفنا وتابعنا الاخبار زي ما حضراتكم شايفين ان الكابتن خطيب كان موجود ودي حاجه كبيره جدا جدا ودور مهم جدا لما نلاقي كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي قطع اجازته وكان طبعا كان متواجد فده يعني بيدل على اكيد حبه للنادي الاهلي وان مصلحه النادي الاهلي فوق الجميع واكيد هنتكلم وهنقول ان كان في اجتماع واحنا عارفين ان دايما لما بيحصل يعني اي كبوات للنادي الاهلي دايما الكابتن خطيب بيكون متواجد بيكون حريص جدا على التواصل ما بينه وما بين الجهاز الفني واللاعبين واكيد شايفين الكابتن علاء عبد الصادق والكابتن زيزو ايضا كانوا متواجدين وحصلت جلسه بعد طبعا التدريبات وكابتن خطيب كان حريص جدا على انه يتكلم مع اللعيبه في اللي جاي ودي حاجه مهمه جدا احنا عارفين دايما مش ب... دايما الاهلي مش بيبص لورا النادي الاهلي بيبص لقدام النادي الاهلي بيبقى دايما شايف المص... شايف المصلحه العامه مباراه يوم الجمعه يعني يعني باختصار احنا عارفين ان ان دايما اول مباراه في اي بطوله جديده بطوله جديده يعني دوري الابطال لسه اول مباراه في دوري المجموعات فبالتالي اول مباراه وثلاث نقاط دي مهمه جدا جدا اولا انت كنادي الاهلي بتدي رساله لكل لكل الانديه اللي موجوده معاك ان انت طبعا غير غير ان انت اسمك نادي الاهلي انت 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 جاي وعينك على ثلاث نقاط وعينك على البطوله فبالتالي دي بتبقى رساله قويه جدا لباقي الفرق اللي مشاركه ايضا عشان زي زي ما احنا زي ما احنا عارفين ان النادي الاهلي طبعا زي ما احنا قولنا كان حصلت كبوه فبالتالي مباراة الترجي ان شاء الله تكون مباراة ليها جانب ايجابي جيد جدا و النادي الاهلي يقدر ان هو يفوز